نطلع لفاصل، عندي خبر مهم جدا لكل ولد صغير اب ام نفسها تشوف في ابنها لعيب كوره او بيلعب في النادي الاهلي. قطاع الناشئين في النادي الاهلي فتح باب الاختبارات في محافظه المنوفيه اعتبارا من يوم الخميس بكره ان شاء الله 27/7 هيبقى في اختبارات للنادي الاهلي في اكاديميه الاهلي في نادي ميت خاقان بجوار مجمع موقف شبين الكوم تحديدا، وانا بقول حتى بالعنوان عشان كل واحد نفسه يشوف ابنه بيلعب كوره بشكل عام او نفسه يشوف ابنه بيلعب في النادي الاهلي تحديدا بشكل خاص. النادي الاهلي بيوفر مكان هيعمل فيه اختبارات لكل حبايبنا واصدقائنا واخواتنا في محافظه المنوفيه في اكاديميه النادي الاهلي في نادي ميت خاقان خلال الفتره الخميس والجمعه والسبت باذن الله، عشان كل المراحل السنيه من اول 2011 و2012 و2013 و14 و15 و16 و17 و18 كل الاختبارات دي هتكون يوم الخميس بكره من اول 2011 لغايه 2018. يوم الجمعه هتكون اختبارات ل 2007 و8 و9 و10 من اول 2007 لغايه 2010 يوم الجمعه. الاستمارات موجوده من النهارده وبتتباع، سعر الاستماره 100 جنيه، وبكره الخميس هيكون في استمارات ايضا للمراحل السنيه اللي ذكرتها، ويوم الجمعه في استمارات ايضا لجميع المراحل السنيه التي ذكرتها، واختبارات هتبقى موجوده في اكاديميه الاهلي في نادي ميت خاقان. كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين هيكون موجود بنفسه للاشراف على هذه الاختبارات عشان يتم انتقاء افضل العناصر في هذه المراحل السنيه عشان يضمها للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. الاهلي بيلف كل محافظات مصر، اي حد مش هيقدر يسافر من اسيوط، اسماعيليه، اسكندريه، المنوفيه، الشرقيه، الاهلي جاي له لغايه عنده عشان يعمل اختبارات ويشوف ويختار، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الجميع وكل واحد حلمه انه يكون لعيب كوره او بيلعب في النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يوفقه وينجح في الاختبارات دي ويكون لاعبا في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. كلنا كان عندنا نفس الحلم، لكن في النهايه اللي ربنا كاتبه بيكون، وربنا يوفق كل اخواتنا واصدقائنا ان شاء الله في اختبارات المنوفيه اللي هتبدا من بكره، واللي يكون حاضرها بشكل شخصي الكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار الترند.